ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. إلهنا، مولانا، خالقنا، رازقنا، نحن الفقراء الضعفاء، نحن الضعفاء الفقراء إليك، نحن المذنبون المقرون المعترفون بزلاتنا وذنوبنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. تباركت ربنا وتعاليت، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وفي هذه الليلة المباركة، اللهم اجمعنا في دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلة،
القابلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين من غير حساب ولا عذاب برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي أراكان وفي فلسطين. اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم كن لهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. إلهنا مولانا خالقنا وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. إلهنا مولانا من أرادنا وبلادنا وأمننا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ بلادنا وأمننا ورجال أمننا واحفظ شبابنا ونساءنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم يا عظيم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في الجنة من غير حساب ولا عذاب. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، وتوكل عليك فكفيته، واستنصرك فنصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله.